شفت انا ديك المره بدي غيرهم. شوفها هدول كثير حلوين عن جد. ايه ايه والجماعه اللي مصورين فيهم تعرفهم هلا والله ممكن تحمل لي هالفيلم. شكرا. هلا رفيق ايه كل هالصور بتشوفون انتوا تحمضهم لك. شوف شوف هون في هدول جيراننا تفرج كيف. طيب هلا بيسألك طيب اصحاب الفيلم بركي دريو. بركي دريو اصحاب الفيلم. شو هالشغله الفظيعه؟ مين شلون بدي اعرفه؟ معقول يعني انا جبت لك فيلم شوف فرج انت على الصور عادية شو فيها؟ هلا هدول شايفهم انت الصور؟ كلهم انا ورفقاتي بنيجي بنعمل سهرات هون. امتى بدي اجي لعندك اتفرج على هيك كم فيلم من عندك مرتبين يكونوا حفلة عرس حفلة شغل؟ بكره نحن قاعدين هون المساء. بكره؟ ايه وجاييني بكره حفلتين. واليوم خميس؟ ايه بكره المساء بجينا حفلات. طيب خلينا نشوف شي فيلم هيك. لك بتشوف تشوف انت يا جماعة شغلة عادية يعني كل الشباب عم بيشوفوا وقفت عليك هلا. تعال تفرج امتى بدك. ماشي الله يكرمك. بكره المساء بتجي وهذا الله يوفقك الهي. ممكن تعطيني الفيلم لو سمحت؟ هي الوصل بكره. بدي الفيلم ما بدي حمضه. انو فيلم؟ اللي عطيتك اياه. ايه ما حلو يتحمض. ايه ما بدي حمضه بطلت. ليش بطلتي؟ هيك في شيء اسمه هيك؟ كتبت لك الوصل تفضلي. عمي ما بدي الوصل بدي الفيلم. طيب صرت منزله بالدفتر ما في مجال. ما دخلني هلا بتعطيني اياه لانه انا ماني حابه حمضه عند ناس مو محترمين مثلك. انا ما دخلني الله وكيلك. ليش ما لا تقول ما دخلني. شو دخل ليش مو محترمين يا عيني؟ عفوا ما بسمح لك. لكن شو تتفرج على صور الناس؟ بركي في عالم ما بدها تشوف صورها. طيب انت فيلمك بدك ما بنتفرج عليه. لا بتعطيني الفيلم وهلا بدي اخذه. لك يا عيني هلا فيلمك ما حنتفرج على صورك. ما دخلني تفرجت ولا ما تفرجت. اما كمان الفيلم. كمان لك علاقه بغيرك ما نتفرج على صور غيرك. والله شيء حلو. عم بيعطيني الفيلم وخليني امشي. نحن بس نتفرج على الصوره بنمسكها من طرفها ما بنوسخها. فلا تنزعجي. مش عم توسخها ولا متوسخها. انا بدي الفيلم بطلت حمضه. ما في شيء اسمه بطلتي. شو بطلتي؟ كتبته ونزلته هون. ما دخلني بتشق الوصل. ما بيصير. شو كتب؟ ما بيصير. نزل ما دخلني. هلا بدك تعطيني الفيلم. نزل على الجهاز ما عاد في مجال. ما دخلني عيني. فيلم ماشي ماشي انا بفرشيك. ما بدي حمضه هون. شو السبب؟ تحميل بالزور يعني؟ تحميل؟ ليش انا مسكتك من الطريق وسحبتك؟ لا انا رحت لعندك ما عجبني الجو بدي اطلع ما بدي حمض هون. جو شو شوب يعني؟ لا مو شوب. خير بعد اللي سمعته. شو سمعتي؟ اخي بدي الفيلم واذا ما اعطيتني الفيلم ما بيصير لك. طيب ها خلاص عم اقول لك ما يصير لي. طيب اذا ما بسكر لكم هالمحل ما بيكون اسمي. نحن اجمالا بعد ربع ساعه بدنا نسكر. يعني بخرب بيتك. بتعرف شو بخرب بيتك يعني؟ اذا بقول لهم اللي شفته بخرب بيتك. انا ما عنده بيت لينك. اخي مين عم يحكي معك؟ انت مين عم يحكي معك؟ خليك على جنب. انا على جنب. شو بدك فيني انت؟ عم يحكي معه لاله هو. انت عم تقولي بدك تخرب بيته. ما عنده بيت ينخرب. اذا عنده بيته ما عنده. اذا عنده انه ان شاء الله. انا بدي اخرب بيتك هلا بسكر لك المحل. فيلمنا بدي فيلم عم اقول لك. اطلب لنا شاي من عند جارنا. على عين على عين. شغلتها مطوله. تحبي بسكر ولا بلا سكر الشاي؟ لا انا بشرب قهوه. على عين. وصف ولا ساده؟ بدك تقلع من وشي. الوصل هات الفيلم عم اقول لك. انا بلا اراضات الفيلم. هات الفيلم. لا تسجل ولا تقلع. هات الفيلم. هات الفيلم. هات الفيلم. هات الفيلم. عم نمزح. نحن ما بنشوف افلام. شو تمزح ما تمزح؟ ما بنشوف. عم اقول لك اعطيني الفيلم حبيبي. طيب شو بدك بالفيلم انت؟ بدك بطاطا اخي حمضه. اخر مره شيء شو حبيبي؟ نزلت لك يا بوصل. احكي معك تعال. طول بالك. طول بالك. شكرا من البارح. شو كنا عم نشوف؟ طول بالك. طلع هون بدي بالك ما بدها عصبيه. طلع هون شوف قبالك هي كاميرا خفيه. طلع هون قدي بالك ما بدها عصبيه.